السلام عليكم متابعينا الأوفياء. يعتبر الدب من أضخم الحيوانات اللي موجودة على سطح الأرض، وربنا أنعم على الدب بصفات كتيرة قوي ما شاء الله. فكل أنواع الدببة عندها ديل قصير وعندها أجسام ضخمة، والقوام الخاص بيها قوي جدا لدرجة أنه بيخليها تقف بشكل معتدل بكل سهولة، والكف بتاعها عريض، وعند الأذنين بيكون على هيئة شكل دائري، وبيتراوح وزنه ما بين 300 ل 800 كيلوغرام، وبيغطي جسمه فراء سميك، وبيعرف يستخدم أصابع إيديه في أعمال كتيرة بحرفية عالية قوي، وبيقدر يميز الألوان بكل سهولة. ده اللي بيساعده أنه يقدر يتعرف على الأكل بتاعه من غير مجهود ولا تعب، وعمره بيتراوح من 25 ل 40 سنة. وعمر الدب بيقل في البرية لوجود عوامل كتيرة بتأثر عليه، من مفترسات تانية وارتفاع درجات الحرارة مثلا في القطبين، وإزالة الأماكن اللي بيحب يعيش فيها. وعمر الدببة في حالة الأسر بيزيد عن ما تكون في البرية نتيجة للمخاطر الكتيرة اللي حواليها. يلا بينا نعرف أكتر عنه. أنا محمد أسامة معاكم في النواة. وفراء الدببة بيكون طويل وأشعث وكثيف، وبيختلف لون الفراء بتاعه على حسب الفصيلة اللي هو بينتمي ليها. ممكن يكون أبيض أو أشقر أو أسود وأبيض أو كله أسود أو كله أبيض، وممكن يختلف لونه جوه الفصيلة الواحدة زي الدببة الأمريكية كده. بتختلف ألوان الدببة فيها من أسود أو بني أو أسود مزرق، وفي أنواع منه زي دب الشمس كده بيكون عنده علامات باهتة على وجهه أو الصدر بتاعه، والدب عنده من 32 ل 42 سن على حسب الفصيلة اللي هو بينتمي ليها. والسنان اللي ربنا أنعم عليه بيها غير مختصة إنها تقتل الفرائس بتاعته، لأن الأنياب الخاصة بالدببة بتكون أصغر من أنياب الفصائل التانية اللي بتعتمد بشكل أساسي على سنانها في قتل الفرائس بتاعتها. وبدل من إنه يستخدم سنانه في إنه يقتل بيها، بيستخدمها للدفاع عن نفسه، وبيختلف استعمالها على حسب نوع الدب. وأضراس الدب بتكون عريضة ومسطحة، وبيستخدمها في طحن وتمزيق المواد النباتية علشان يقدر يحولها لقطع صغيرة يقدر يأكلها. والدببة عندها أربع قوائم، وفي نهاية كل منها خمس مخالب ثابتين في رجليها على عكس حيوانات كتير، وبيستخدم المخالب بتاعته في أغراض كتير. ممكن إنه يتسلق الأشجار ويفتح بيها أعشاش النمل والنحل، ويحفر بيها في جذور الأشجار، ويمسك بيها الفريسة بتاعته، وبيقطع بيها الفرائس علشان يعرف يأكلها. والدب بطيء حبة عن الفصائل اللي شبهه، بتوصل سرعته تقريبا لخمسين كيلومتر في الساعة، وبيحب في مشيته انه يستخدم رجليه كلها بحيث ان الكعب بتاعه يكون ملامس للارض، والمخالب بتاعته بيستخدمها ليحافظ على توازنه على عكس حيوانات كتيره بتفضل انها تمشي على اصابع رجليها. وذكور الدببه اضخم في الحجم من الاناث، وبيبان الاختلاف في الحجم لما يكون حجم الدب كبير زي الدببه القطبيه كده، وزن الذكور فيها بيكون ضعف وزن الانثى، وبيكون وزن الذكر والأنثى قريبين من بعضهم في الفصائل اللي حجمها بيكون صغير. والدببة بتحب تعيش في مناطق مختلفة ومتنوعة، من المناطق الاستوائية للقطب الشمالي، ومن الغابات للحقول، وهي من أكلات اللحوم والنباتات، وبتحب تتغذى على الثدييات الصغيرة والجذور والبندق والتوت، وبتحب برضه تصطاد الأسماك وخصوصا سمك السلمون، وبتحب تنتقل لمسافات بعيدة علشان تدور على الأكل بتاعها، وبتفضل إنها تصطاد في الغالب وقت الفجر كده. وغالبا الدببة بتحب تعيش مع نفسها حياة منفردة كده، ما عدا الأمهات اللي بتهتم بالصغيرين بتوعها أو في خلال موسم التزاوج، وقتها بس بيجتمع الذكور مع الإناث، والذكر بيحب يستحوذ على منطقته الخاصة بيه، والأنثى برضه كده، وبيدافع كل واحد فيهم عن المنطقة اللي هو مستحوذ عليها. وبتغادر الذكور أمهاتها لما توصل لمرحلة النضج،
لتعيش وحدها في مناطق تانية، بينما الأنثى بتحب تعيش في منطقة تكون قريبة من منطقة والدتها، وفي حالات استثنائية كده ممكن يعيشوا فيها مع بعض في مجموعات عادي لما يكون الأكل متوفر بقطرة في منطقة معينة مثلا، أو سلالات معينة بتحب تتجمع في وقت هجرة أسماك السلمون لأن الأكل وقتها بيكون كتير، ما بيكونش في تنافس ما بينهم على الأكل. وبتتنقل الدببة دايماً في مناطق بعيدة علشان تبحث عن الطعام ليها ولصغرها، والذاكرة بتاعتها قوية جداً، بتقدر تفتكر المواقع اللي كان فيها أكل بوفرة عبر المواسم والسنين اللي فاتوا، وتقدر ترجع ليها في أي وقت بكل سهولة. والدببة عندها المقدرة على تسلق الأشجار، إما إنها بتبحث عن الفريسة أو علشان تحصل على بعض النباتات، والكلام ده بينطبق على كل الدببة باستثناء الدببة القطبية والبنية البالغة، وزنها بيكون تقيل جدا ما بتقدرش انها تتسلق الأشجار. والدببة في العادة خجولة وبتخاف من الإنسان بسهولة، بس الدببة الكبيرة في الحجم خطيرة جدا على الإنسان، ولو فكر أي إنسان إنه يقرب من الجراء بتوعها بتضحي بنفسها عادي خالص وبتدافع عنهم بكل شراسة. والدببة بتتكيف مع البيئة المحيطة بيها بسهولة، بتقدر تمشي في الغابات من غير ما تصدر أي صوت بالرغم من أحجامها الضخمة، وممكن تتواجد قريب جدا من البشر وبتحس بيهم وتعرف أماكن تواجدهم بكل سهولة، بس كل واحد فيهم بيحاول يتفادى التاني. والدببة من الحيوانات الانتهازية اللي ممكن تنتهز أي فرصة علشان تاخد الأكل من الحيوانات التانية، وممكن تأكل من القمامة اللي بيسيبها البشر وراهم عادي. والدببة بتتكاثر بشكل موسمي في العادة بعد فترة كده لما تصحى من فترة السبات اللي كانت نايمة فيها، وبتولد من دب لثلاث دببة في البطن الواحدة، والدياسم بتوعها عند الولادة بتكون عمياء وصلعاء ومن غير أسنان، وبتفضل تتغذى على حليب الأم طول الفترة اللي هي قاعدة فيها معاها، وبتخف العادة دي بالتدريج لما يبدأوا يكبروا ويتعلموا ازاي يعتمدوا على نفسهم ويبدأوا يشاركوا في عمليات الصيد. وبعد حوالي 3 سنين بتطرد الأم الصغار بتوعها استعداداً إنها تحمل وتجيب دياسم صغيرة مرة تانية، وبتبلغ الدببة الصغيرة مرحلة النضوج الجنسي تقريباً بعد 5 لـ7 سنين. والدببة مخلوقات متوحدة بتحب تعيش مع نفسها كده وما تكونش قريبة من بعضها لفترة طويلة، وفي حالة استثنائية قلناها من شوية ونحب نضيف ليها إن الدببة شبه البلغة اللي قريبة من بعضها في السن ممكن تعيش مع بعضها في مجموعات وتقضي وقت كبير قوي مع بعضها عادي جدا مفيش مشاكل. والدببة في فصل الشتاء بتدخل في فترة بتتسمى فترة السبات، وكانوا بيعتقدوا زمان إنها بتموت في فصل الشتاء وترجع تتولد من تاني في فصل الربيع. والسبات الشتوي أو النوم الشتوي هو في الواقع مش سبات حقيقي، لأن في السبات الحقيقي بتنخفض درجة حرارة الحيوان، ممكن توصل لمرحلة التجمد تقريبا، وبينخفض معدل دقات القلب بشكل كبير، والحيوان اللي بيدخل في السبات الحقيقي ده بيصحى من وقت للتاني ياكل من الأكل اللي مخزنه ويتغوط ويتبول. بالنسبة للدببة بقى فدرجة حرارتها ومعدل ضربات قلبها ما بيقلوش كتير، وفي العادة بتفضل نايمة طول فترة السبات بتاعتها، ما بتصحاش في الفترة دي، وبالتالي ما بتحتاجش إنها تاكل أو تشرب أو تتغوط أو تتبول في الفترة دي. وفي العادة بتولد الإناث الجراء بتوعها خلال الفترة دي، وبيستمتع العديد من الناس بصيد وأكل الدببة وخصوصا في جنوب شرق آسيا، وبيعملوا منه أطباق فاخرة، وبيستخدموا إفرازات الدببة في الصين وفيتنام وكوريا واليابان، وخصوصا المثانة والمرارة في الطب التقليدي الصيني، وعملوا مزارع للدببة في البلاد دي متخصصة لاستخراج الإفرازات منها. ولو صدفت معاك إنك قابلت في يوم من الأيام أي نوع من الدببة، أهم حاجة تعملها طبعا إنك ما تبصش لعينيه، لأن الدب بيعتبر نظرتك دي نظرة تهديد وتحدي ليه، وهيكون قدامك كذا حل تعملهم: ترجع بظهرك من نفس الطريق اللي انت جيت منه وتتكلم بصوت عالي علشان تعرف الدب إنك موجود وما يهجمش عليك، ونادرا يعني ما يهجم عليك في الحالة دي. وممكن إنك تنام على الأرض وتستنى لحد ما الدب يفقد شغفه واهتمامه بيك،
أو إنك تخلي ما بينك وما بينه أي عائق قدامك زي صخرة مثلا ولا جزء تخين كده ولا حاجة، وتفضل مستخبي لحد ما يزهق منك ويحبط فيسيبك ويمشي. أتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو والمعلومات اللي فيه، ولو حابين إننا نتكلم عن حيوان معين ولا حاجة قولنا علي في التعليقات، ومستني تقولولي استفدتم إيه من الفيديو في الكومنتات، ونشوفكم على خير في نواة جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.